بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، وحلقة جديدة من برنامج الترند. جمهور النادي الأهلي العظيم، أهلا بحضراتكم. وهذه الحلقة الهامة جدا بعد مباراة الأمس، لقاء الذهاب بين الأهلي والوداد الرياضي المغربي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا. الشوط الأول انتهى بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف، وما زال هناك شوط ثاني في المغرب يوم الأحد المقبل. المباراة التي تقرر إقامتها في 10:00 من مساء يوم الأحد بتوقيت القاهرة على مركب محمد الخامس في كازابلانكا. عندنا النهاردة كلام كتير جدا وكواليس وتفاصيل مهمة، ولكن عايز أكد على نقطة في غاية الأهمية. الأهلي فاز في الجولة الأولى، والأهلي هو صاحب الرصيد الأكبر من الفوز بالبطولات الإفريقية. الأهلي صاحب التاريخ الطويل في البطولات الإفريقية. الأهلي عنده قدرة أن يفوز في الوداد في المغرب في مركب محمد الخامس ما بين جماهير نادي الوداد. يستطيع الأهلي الفوز والعودة بدوري أبطال إفريقيا. سبق للأهلي أن أقصى الرجاء الرياضي المغربي 2 متتاليين، وسبق للأهلي الفوز على الوداد في مولاي عبد الله في الرباط بهدف مقابل لا شيء، وسبق للأهلي الفوز بأكثر من بطولة عربية في مركب محمد الخامس على أكثر من فريق مغربي، وسبق للأهلي الفوز بأكثر من بطولة إفريقية خارج القاهرة. لو تحدثنا عن التاريخ عندنا كلام كتير ممكن نقوله. نتيجة الأمس فوز، ولكن أعتقد الهدف في اللي مونيا مرمى الأهلي ناس كتيرة ممكن بتتكلم عليه، ولكن لسه عندك فرصة كبيرة. في كلام كتير هقوله النهاردة في حلقة الترند، لأن أنا شايف كلام كتير بيتقال من امبارح، ولكن من خلال معرفتي بكواليس المباريات وبأحداث المباريات ومباريات نهائيات دوري أبطال إفريقيا وبالقرارات وبالتعيينات، عندي كلام مهم جدا هقوله النهاردة. ولكن الأهلي فرصته كبيرة جدا بإذن الله للعودة من المغرب بدوري أبطال إفريقيا. الفوز في القاهرة نتيجة مقبولة وليست جيدة، ولكن في نفس الوقت أنت الأهلي، الكل يهابك والكل يخافك، وبالتالي يقدر الأهلي يرجع بنتيجة إيجابية. وبإذن الله إن شاء الله كاس دوري أبطال إفريقيا هيكون في مقر النادي الأهلي في الجزيرة يوم الاثنين المقبل عاقب العودة من المغرب بإذن الله وإن شاء الله. ولكن حطوا ثقتكم بشكل كبير جدا في لعبة النادي الأهلي وفي الجهاز الفني، لأن الفريق يقدر مش يرجع بالكاس، لا ده يكسب ذهابا وإيابا. فاز في الشوط الأول، وبإذن الله إن شاء الله الأهلي يفوز إيابا في المغرب خلال الفترة اللي جاية. حلقة فيها تفاصيل كتيرة، ولكن عشان وقتنا هبدأ بسرعة بسؤال حلقة النهاردة، وعايز الكل يتفاعل معانا بسرعة ويقول لنا رأيه أو تقول لنا رأيكم. مين أفضل لاعب في لقاء الأهلي بالأمس والوداد؟ شاركوا معنا في الإجابة على السؤال من خلال صفحاتنا على السوشيال ميديا، صفحة الفيسبوك وتويتر وإنستجرام. وفي الفقرة الأخيرة هستعرض أكبر قدر من آرائكم في ختام الحلقة، لكن بسرعة نروح لأهم العناوين. في ترند الأهلي، الفريق يواصل استعداداته لمباراة العودة أمام الوداد، وكمان بعثة الأهلي تسافر المغرب الخميس، وأخيرا برشلونة يحاول استعادة ميسي. استعراض مباريات اليوم النهاردة في مباراة مؤجلة في الجولة 30. مباراة هتتلعب الساعة 8 على استاد القاهرة الدولي ما بين نادي الزمالك والاتحاد السكندري. هذه المباراة ضمن مباريات الجولة 30 في الدوري العام. كلنا عارفين طبعا خلاص الدوري داخل في مراحله الأخيرة، ولكن الفترة المقبلة في أجندة دولية، وعاقب الأجندة هيكون في استئناف لباقي مباريات الدوري. دي كانت مقدمة مهمة جدا من برنامج الترند. نخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل نرجع بقى لأبرز الكواليس والأخبار من مباراة الأمس، وكمان هنبدأ نتكلم على مباراة العودة من النهاردة، لأن عندنا بالتأكيد 5-6 أيام فيهم شغل كتير استعدادا للتهيئة النفسية والفنية والمعنوية قبل لقاء العودة في المغرب يوم الأحد المقبل. أبدأ بالحديث عن التفاؤل. متفائل ومتفائل جدا بإذن الله للأهلي يقدر يرجع من المغرب بنتيجة إيجابية. تفاصيل كتيرة ممكن نقولها على مدار مشوار البطولة، ولكن امبارح أنا كنت حريص أحضر المؤتمرات الصحفية عقب نهاية المباراة. حضرت المؤتمر الخاص بالمدرب البلجيكي لنادي الوداد، وحضرت المؤتمر الصحفي الخاص بنادي الأهلي وكلام مارسيل كولر. امبارح كانت في نقطة كنت عايز أركز عليها، وسألت حتى فيها المدرب البلجيكي لفريق الوداد. قلت له انت خسرت في القاهرة بهدفين مقابل هدف، ولكن انت لقاء العودة اللي بالنسبة لك بغض النظر عن تاريخ الوداد في المسابقات الإفريقية العام الماضي، السنة دي تحديدا النتائج ليست بنفس المقياس والمستوى في الأعوام الماضية.
الوداد هذا العام في الأدوار النهائية تأهل على حساب سيمبا بركلات الجزاء الترجيحية، ولم يستطع إحراز أكتر من هدف في المباراة والتسعين دقيقة. مع الوضع في المقارنة مستوى سيمبا بمستوى الأهلي فرق شاسع أكيد. في مرحلة دور نصف النهائي قلت له لم تنجح في إحراز هدف على أرضك أمام نادي صن داونز، وبالتالي استفدت من الهدف خارج أرضك بهدفين وتأهلت للمباراة النهائية. وبالتالي أنت على أرضك لا تستطيع الفوز بأكتر من هدف، بل بالعكس فالمباريات الكبرى مع الفارق ما بين مستوى سيمبا والفرق الأخرى زي الأهلي وصن داونز فشلت في إحراز أي أهداف. لذلك صعوبة المباراة هتكون عليك وفيها ضغوط أكتر، لأن الوداد نتائجه هذا العام على ملعبه ليست جيدة في المراحل النهائية. إجابة المدرب البلجيكي، وأنا دايما بحب أركز في الإجابات لأن بعتبر ده جزء من المباراة. وقبل المباراة قلت لكم المدرب البلجيكي دايما كل تصريحاته رايحة في إطار الترند، رايحة في إطار الشو بعيدا عن الأمور الفنية. واتفرجنا على المباراة وشفنا من أقل مباريات الوداد على المستوى الفني والمستوى البدني. بل أقول لكم على مفاجأة دلوقتي عرفتها من خلال متابعتنا للتشكيل الرسمي لنادي الوداد، وده يقول لكم إن مدرب الوداد مش محضر كويس للمباراة، هو بيشتغل على عوامل أخرى ليس لها علاقة بالملعب. التشكيل اللي بدأ بيه مواجهة الأهلي بالأمس نفس التشكيل اللي لعب بيه نهائي إفريقيا، نفس التشكيل اللي الوداد لعب بيه نهائي إفريقيا لما الوداد كان بيلاعب الأهلي بقيادة فنية لوليد الرجراجي، بغض النظر طبعا على مركز حراسة المرمى كان أحمد رضا التكناوتي مكان يوسف المطيع اللي شارك امبارح، لكن بتتكلم على طريقة اللعب، المراكز، العناصر، نفس المجموعة. وبالتالي أنت بتتكلم على مين؟ مدرب بيشتغل على عوامل أخرى. بالمناسبة كمان طبعا في استخدام جديد للاعب سامبو، ولكن بتكلم على المراكز الأساسية، طريقة اللعب والمراكز الأساسية نفس الطريقة اللي لعب بيها الوداد مع الأهلي في فاينل العام الماضي. عشان كده أنا بقول لكم الراجل مش مركز أكتر على تفاصيل الأهلي. امبارح الأهلي لو كان ضغط أكتر كان ممكن يجيب التالت والرابع ويخلص الفاينل، ولكن هي الكورة كده، حلاوة الكورة كده، حلاوة المكسب كده، إنك ممكن تخرج هنا 2-1 عشان تلعب مباراة هناك وتكسب وترجع بالبطولة. الجزئية بقى اللي أنا سألت فيها المدرب البلجيكي وإجابته كانت إيه؟ عشان تعرفوا إن الأمور هو عايز يقولها مش في سياقه هو. قال لك أنا مباراة سيمبا الوداد كسب 1-0 والهدف ده أنا ممكن أحتاجه في المباراة النهائية، فمش محتاج أكتر من كده. والمباراة دي ما كانش هو اللي بيقودها، كان خوان كارلوس جاريدو. تمام؟ وقال كده، قال كده مش دي المباراة اللي أنا كنت بقودها. لو هتكلمنا على مباراة صن داونز دي المباراة الأولى على أرضي، فلو تعادلت سلبي ما عنديش مشكلة، كان عندي فرصة في مباراة العودة. ولكن هو ما فهمش مغزى السؤال، اللي أنت على أرضك بتفشل في إحراز المزيد من الأهداف عشان تضمن إنك تتأهل أو تتخطى المباراة بشكل سهل. عشان كده في ضغط عليه. وهو امبارح في إجاباته واضح إن في ضغط عليه. والضغط أكتر على فريق الوداد لأنه مطالب بإحراز هدف. وأنا واثق إن الأهلي هيروح هناك وهيحرز هدف. ولازم الناس تشتغل على الجزئية دي. على فكرة يا جماعة، لما تلعب أكتر من نهائي إفريقي وفي بعض المناسبات ممكن تلاقي نفسك تعاملت بشكل خاطئ في بعض الأحداث الرياضية، لازم تغير الفلسفة بتاعتك. الفلسفة المرة دي نركز في الملعب، الفلسفة المرة دي نروح عشان نكسب والأهلي يقدر يكسب. الأهلي كسب الرجاء السنة دي وأقصى من دور الثمانية، العام الماضي أكثر رجاء أيضا من دور الثمانية وكان كسبان هنا 2-1 وهناك تعادل إيجابي 1-1. حد هيقول لي ما أصل المستوى الفني. على فكرة الناس كلها مش بتتكلم على المستوى الفني، الناس كلها بتتكلم على الأتموسفير وأجواء مركب محمد الخامس. نفس الأجواء دي بل أصعب منها قدام الرجاء تأهلت للعام الثاني على التوالي. الجزئية الثانية، والمرة دي أنت لعبت مباراة على شوطين فأنت رايح عندك فرصة، لازم تؤمن بحظوظك ولازم تعرف أنك الاسم الكبير في القارة الإفريقية. أنت بتلاعب حامل اللقب نازل امبارح بيلعب قدامك زون ديفنس على 18 وخايف يدخل فيه أهداف. بطل إفريقيا اللي امبارح كان جاي لاعب الأهلي خايف يدخل فيه هدف، فبيأمن لأكتر من حوالي 45 دقيقة في الشوط الأول، مفيش هجمة تذكر إلا واحدة بس تصدى ليها ببراعة مصطفى شوبير. وخدوا مثال صغير، مصطفى شوبير حارس صاعد، اول مشاركه افريقيه ليه مع النادي الاهلي، اسد في حراسه المرمى. فاحنا عندنا دايما الاهلي عنوانه الاهلي بمن حضر، نلعب بالشناوي، نلعب بمصطفى شوبير، نلعب باي لاعب 11 راجل في الملعب يكسبوا هنا ويكسبوا بره. انت رايح الخوف كله منك، الناس كلها عامله لك الف حساب. انا بتكلم بواقع الخبره والحضور في المباريات الكبرى والمناسبات الكبيره في السنوات الاخيره. يا جماعه تركيزنا كله على الملعب، رغم الاخطاء التحكيميه اللي الكل بيتكلم فيها من امبارح، رغم كل الظروف دي، بس كنت امبارح ممكن تكسب 2 و3 و4، وبالتالي هناك تقدر تكسب وتعمل سكور ونتيجه جيده. والوداد هناك مش زي هنا، وفلسفه اللعب هناك مش زي هنا، وامكانيات لعبتك هناك هتبقى افضل من هنا. وخليكم فاكرين الكلام ده لغايه يوم الاحد اللي جاي، الاهلي باذن الله هيرجع من المغرب بمكسب وبطوله دوري ابطال افريقيا. ولكن خلي عندكم ثقه
خلوا فيه تفاؤل، خلوا فيه دعم معنوي. دورنا الإعلامي هنقوم بيه، ومش هنركز في أي تفاصيل تانية. لا هتكلم على تحكيم، ولا هتكلم على أخطاء، ولا هتكلم على منافس، ولا هتكلم على أي أمر تاني. إحنا الأهلي يا جماعة. الأهلي فاز بدوري أبطال إفريقيا 2006 من الصفاقس في تونس. الأهلي فاز بدوري أبطال إفريقيا من القطن الكاميروني في جروة، في حضور رئيس الاتحاد الإفريقي الكاميروني عيسى حياته اللي بينتمي لهذه المدينة، مدينة جروة الكاميرونية. الأهلي فاز بدوري أبطال إفريقيا 2012 في عز وجبروت الترجي التونسي، لما كان ساعتها طارق البشماوي ليه علاقات قوية جدا وفي نفوذ كبير جدا في الاتحاد الإفريقي. في تفاصيل كتيرة جدا ممكن نقولها على مدار سنوات وسنوات. الأهلي قدر يعمل نتائج كبرى. الأهلي تاريخه في البطولات الإفريقية خارج مصر أكتر من داخل مصر. أؤمنوا بحظوظكم، والأهلي يقدر يرجع من كازابلانكا بمكسب وبالبطولة كمان بإذن الله. طيب النهاردة على طول ما كانش فيه وقت للراحة. مارسيل كولر استأنف التدريبات، والنهاردة فيه مران لفريق النادي الأهلي عشان استعدادا للقاء العودة بإذن الله، في ظل خلاص انت ما قدامش غير تدريبات من الاثنين لغاية الخميس قبل السفر إن شاء الله مساء الخميس، استعدادا لمواجهة الوداد يوم الأحد المقبل. كل التفاصيل بالتأكيد هنعرفها من خلال زميلنا كريم أحمد المتواجد حاليا في مقر النادي الأهلي بالجزيرة عشان نطمئن من خلاله على الحالة الفنية والحالة النفسية وكيف يستعد الأهلي للقاء العودة. كريم مساء الفل عليك. مساء الخير عليك زميلي العزيز محمد سعيد، كل التحية ليك ولكل جمهورنا العظيم جمهور النادي الأهلي. يعني طمني بقى الأجواء عندك في مقر النادي الأهلي بالجزيرة، أكيد أنت في النادي التقيت بالمسؤولين بالأعضاء بالجماهير حتى وأنت داخل النادي. الفريق التدريب هيبدأ إمتى؟ كل الأجواء بقى اللي عندك والأخبار اللي أنت أكيد متابعها على مدار اليوم في مقر النادي في الجزيرة. بالتأكيد طبعا يا محمد، يعني بنتمنى كل التوفيق بقى للنادي الأهلي في المباراة القادمة الشوط الثاني في كذا. يعني أكيد مستر كولر اللاعبين لابد يكون في وعي كبير جدا وهدوء كبير جدا، ويكون في تحضير لكل السيناريوهات زي ما انت قلت يا محمد. تركيزنا فقط هيكون في المستطيل الاخضر. نادي الاهلي الحقيقه يمكن يعني اكثر من مره تواجد في المغرب، سواء كاس العالم للانديه النهائيات متواجد بشكل كبير جدا، سواء الوداد او الرجاء. فيمكن الجو العام بالنسبه طبعا للمباريات الحقيقه النهائيه في المغرب بتكون صعبه شويه طبعا كالعاده بالنسبه للمتلقي، لكن على فريق النادي الاهلي وايضا كمان على الجهاز الفني لابد يكون في هدوء بشكل كبير جدا ان شاء الله باذن الله. تحضيرنا محمد زي ما انت قلت خلاص بدا من هذه اللحظه، لابد غلق الصفحه بكل ما حدث فيها باهدار فرص، باخطاء تحكيميه، بتقصير من بعض الاخطاء طبعا من لاعبي النادي الاهلي. كل الامور دي لابد ان هي تغلق تماما، وده اللي اكد عليه كابتن سيد عبد الحفيظ ومستر كولر وكبار اللاعبين بالتاكيد على هذا الامر، لان احنا عندنا شوط مهم جدا جدا جدا. ومش هننسى ابدا محمد ان الوداد صعد المباراة النهائية من بريتوريا، ما قدرش ان هو يحسم المباراة الأولى على أرضه، لكن توفيق ربنا سبحانه كان معاه في المباراة الثانية. أيضا كمان النادي الأهلي بمشيئة الله إن شاء الله عندنا أكثر من سيناريو يقدر بإذن الله إن شاء الله إن احنا نرجع من كذا بيا البطولة الأفريقية رغم صعوبة المباراة، لكن كل التحضيرات إن شاء الله بإذن الله للجهاز الفني تكون جيدة جدا للاعبين. زي ما أنت عارف محمد النهاردة كل اللعيبة اللي شاركت في مباراة الأمس النهاردة هيتعمل لها برنامج ريكفري ليهم، مجموعة الثانية طبعا هتشارك في التدريبات. لكن بقول لك يا محمد الحالة هنا يعني أعضاء النادي الأهلي كل اللي بيقابلنا فيه رضا بشكل كبير جدا على الاداء، لكن هو طبعا الناس كلها كانت بتحلم ان احنا نحرز هدف واثنين وثلاثه، لكن انت عارف محمد بخبرتك طبعا يعني الثوابت موجوده بالتاكيد في كره القدم، لكن المتغيرات كثيره جدا، ظرف بسيط خطا بسيط جدا بيقلب سيناريو المباراه. عشان كده لابد ان احنا نتعلم ويكون درس مهم جدا لينا في مباراه الامس على ان يكون ان شاء الله باذن الله المباراه القادمه فيها كل التركيز والوعي والتحضير والهدوء، مسانده الجماهير والوعي الكبير جدا امر مهم جدا. لازم ان احنا نحافظ على لعيبه النادي الاهلي، ما ينفعش ان احنا نرمي الفوطه زي ما الناس بتقول، لا الامور كلها في ايد لاعبي النادي الاهلي في ايد ربنا سبحانه وتعالى. لعيبتنا بتجتهد، محدش يعرف ايه اللي ممكن يحصل هناك، محدش يعرف السيناريو ممكن يحقق النادي الاهلي يحقق ايه هناك. عشان كده الثقه كبيره جدا في اللاعبين في الجهاز الفني، الجمهور دوره كبير جدا، الاعلام دوره كبير جدا. النادي الاهلي الممثل الوحيد لمصر في هذه البطوله، النادي الاهلي الحقيقه كان ليدنج بشكل كبير جدا في مباراه الامس، قدر ان هو يحرز هدف واثنين، لكن هي اخطاء وارده في كره القدم. عشان كده مش هنقدر نحمل اي لعيب اي خطا. اشتب شوبير يا محمد طبعا زي ما انت قلت الحقيقه، يعني مصطفى شوبير اثبت للجميع ان النادي الاهلي يمتلك حارس بطل اسمه مصطفى احمد شوبير، عشان كده بنوجه له كل التحيه والتقدير. مستنيين دور الشناوي، مستنيين دور اللعيبه ان شاء الله باذن الله على مدار ال 48 ساعه القادمه. النادي الاهلي مستمر يا محمد في تدريباته سواء اليوم، يعني من الوارد يكون في غدا اجازه زي ما عودنا مستر كولر. النادي الاهلي مستمر حتى موعد السفر بمشيئه الله يوم 8 هيكون في تدريب
الصباحي قبل التوجه الى مطار القاهره. النادي الاهلي يسافر بطائره خاصه، لسه منتظرين طبعا حسم الامر بالنسبه للكابتن سيد عبد الحفيظ الكابتن سمير عدلي، هل يكونوا يوم 7 يسافروا زي طبعا المعتاد، يكونوا بيحضروا طبعا للاستقبال لفندق الاقامه للترتيبات التحضيريه طبعا للملعب التدريب. كل الامور دي ان شاء الله يا محمد يا رب ان شاء الله باذن الله نكون ورا فرقتنا بشكل كبير جدا. ما ينفعش ان احنا نقلل من ما حدث امس في المباراه، من جمهور عظيم، من لاعبي النادي الاهلي اللي ادت اداء كبير جدا. ينقصنا التوفيق يا محمد، ومش بعيد ربنا سبحانه وتعالى ان احنا نرجع بمشيئه الله بالبطوله ال11 ان شاء الله باذن الله. باذن الله. طيب التدريب هيبقى الساعه كام يا كريم؟ هل هيبدا 6 يتاخر شويه عشان درجه الحراره، خاصه الماتش هناك هيتلعب بالليل حوالي الساعه 8 بتوقيت المغرب، العاشره مساء بتوقيت القاهره. كمان عايز اتكلم على فكره التدريبات الفتره الجايه، هل البرنامج تم تحضيره بشكل مناسب؟ ممكن بكره يبقى في راحه استئناف التدريبات يوم الاربعاء، ولا تدريبات يوميه حتى ميعاد الخميس ان شاء الله والسفر؟ يعني انطلاق التدريب اليوم محمد طبعا هو 6 مساء، لكن يعني من المعلومات اللي جات لنا ان في محاضره بالتاكيد لمستر كولر بتبدا الساعه 6، يعني ممكن اللعيبه تكون 6 وربع او 6 وثلث متواجدين في ارض التتش ان شاء الله استعدادا للتدريب. لكن باكد لك ان غدا يعني بنسبه 90% يكون في راحه لفريق النادي الاهلي، لان انت لو ما خدتش راحه بكره هتستمر حتى موعد المباراه بالسفر بتدريب صباح يوم 8. فيمكن بالتاكيد طبعا اللي معودنا عليه الجهاز الطبي والجهاز الفني بالتعاون الكبير جدا يكون في بكره راحه، على اساس ان فريق النادي الاهلي يكون في 48 ساعه تدريب هنا في القاهرة، ومنها إن شاء الله يكون السفر استعداد كبير جدا للاعبين. الأمور كلها محمد في إيد لاعبي النادي الأهلي، في إيد الجهاز الفني، لابد إن احنا يكون في قراءة جيدة جدا للمباراة الماضية بالأخطاء، بحتى كمان المكاسب اللي قدرنا نحققها طبعا في المباراة. كل الأمور دي لابد يكون فيها هدوء ووعي كبير جدا من الجهاز الفني. لكن بطمنك يا محمد يعني التدريبات مستمرة حتى موعد السفر. موعد السفر أيضا يوم 8 بنأكد عليه مرة تاني، هيكون في تدريب صباح اليوم، ومنها إن شاء الله بإذن الله إلى مطار القاهرة. يا رب إن شاء الله كل الأجواء تكون معانا محمد بمشيئة الله في كذا، لان الاجواء صعبه جدا، حضرناها اكتر من مره وانت حضرت كمان يا محمد وعارف الصعوبه هتبقى ازاي. لكن ان شاء الله باذن الله ربنا كبير باذن الله، ونرجع بالبطوله يا محمد بمشيئه الله باذن الله ان شاء الله. الزميل العزيز كريم احمد موفد قناه الاهلي المتواجد حاليا في مقر النادي الاهلي بالجزيره، شكرا جزيلا ليك على كل هذه المعلومات والايضاحات من مقر النادي الاهلي بالجزيره. مارسيل كولر كان ليه كلام مهم جدا في المؤتمر الصحفي، تعالوا نشوف كولر قال ايه، لان عندي رساله مهمه ثانيه عايز اتكلم فيها قبل لقاء العوده، وكلام ما بين التفاصيل في كواليس مهمة جدا. احنا سعداء جدا ان احنا الحمد لله كسبنا النهاردة، لكن انا في قمة الغضب من قرارات التحكيم النهاردة. انا اتفرجت على كل اللقطات بعد المباراة دلوقتي. اول حاجة طبعا ضرب الجزاء واضحة وضوح الشمس، اللاعب دم داس على اللاعب على رجل اللاعب بتاعنا في جوه 18، ده كمان بيسأل الفار والفار كمان ما بيقولوش حاجة. الموضوع بقى صعب جدا، وانا مش عارف ازاي الواحد ما يشوفش كرة زي دي وكمان بيسأل الفار، يعني الاثنين ما يشوفوهاش. بالنسبة لي كمان الكرة التانية بصراحة حاجة يعني تخرج الواحد عن شعوره، كرة بتتلعب هجمة مرتدة، اللاعب الوداد بيجيب الكرة بإيده، رايحين باتنين من نص الملعب، رايحين جون، أكيد الكرة كارت أحمر في أي قانون في الكرة في أي كوكب في أي قارة بتتحسب كارت أحمر. الغريب بقى إن هو بيدي على طول كارت أصفر، الغريب إن الناس اللي واقفة على الخط ما بتقولوش حاجة من الحكام اللاينز مان، ولا الفار بيقول حاجة. أنا مش فاهم بصراحة إزاي القرارات بالشكل ده، يعني إزاي الفار كمان يعني مش عارف إزاي ما رجعوش. أنا آسف جدا بس اللي بيحصل ده غريب جدا. أول حاجة احنا بنتكلم على نهائي دور الأبطال، نهائي دور الأبطال معناها ان احنا من لاعب أهم فرقتين أو أكبر فرقتين أو أفضل فرقتين في القارة وصلوا النهائي، مش معناها ان احنا نعمل كده هنكسب البطولة أو نكسب الماتش والماتشات هتبقى سهلة. بنلعب منافس قوي، فريق الوداد فريق كويس جدا، بيلعب كرة كويسة، تقدم ماتش النهاردة كويس وعنده فريق قوي، احنا ما بنلعبش نفسنا. فمتوقع ان احنا يبقى فيه ندية طبعا. النتيجة كانت هتتغير تماما بسبب قرارات الحكم، وانا غضبان جدا بسبب قرارات الحكم النهاردة اللي غيرت مسار المباراة، ضرب الجزاء وكارت احمر، دي حاجة تقلب المباراة تماما. لكن في النهاية احنا كسبنا، لازم الناس تبقى عارفة ان احنا كسبنا، احنا ما خسرناش على فكرة. وانا عندي يقين ان احنا ان شاء الله بفرقتنا دي نقدر ان احنا نروح نجيب جون في المغرب ان شاء الله. فاحنا كسبنا وفرحانين بالمكسب الحمد لله.
انا ما اعتقدش ان كل ده كان بسبب تاخير التغييرات. الموضوع كان بسبب ان احنا بدانا ان احنا كله بقى بيجري لقدام وما حدش بقى بيجري ورا. لا جري لقدام كان كويس وباين ان في يقه لان كله كان قاعد يجري بس بيجروا لقدام. ما حدش بيقفل في منطقه نص الملعب. ما فيش اللعب بتاعنا كومباكت. الخطوط المتقاربه تقفيل نص الملعب ما كانش موجود. طمع في النتيجه, رغبه في ان يزودوا. مش دي الكره بتاعتنا ومش دي التعليمات اللي احنا قلناها ان احنا بنمسك الكره في نص الملعب وان احنا ازاي ان احنا طالما كسبانين 2-0 ازاي ان احنا نتحكم في رتم المباراه. بدا يحصل القرارات متسرعه وجري لقدام اكتر, لكن اخطاء مننا احنا بالذات في كره الهدف, لكن مش بسبب تاخير التغيير. لسه برتب بعمل عمليه ترتيب افكاري بعد ما هخلص من هنا. اروح اتعشى واهدى كده وبعدين اقعد اتفرج على الماتش تاني واحلله مره تانيه وابدا اعمل برنامج الاستعداد للماتش الجاي. كل الايام اللي جايه هتبقى استعداد ليه ان شاء الله, لكن لسه ما اكيد هنستعد كويس بس لسه ما حطيتش افكاري وخطتي للترتيب للاستعداد. طيب بالتأكيد طبعا مش مبسوطين خالص من ان احنا عرفنا ان هو فعلا اخر ماتش ليه. ده معناه ان هو ما عليهوش اي مسؤوليات, هيعمل ماتش وخلاص. فطبعا شيء مزعج جدا, مقلق جدا, اختيار غريب جدا. لكن في النهايه بنتمنى ان هو يكون عادل وان يعني ما يكونش زي ما احنا متوقعين وان هو فعلا فاجئنا بتحكيم عادل هناك. عرفنا ان هو فعلا اخر ماتش ليه. ده معناه هو اول حاجه هو مش من حق المدرب المنافس ان هو يتكلم على ادائنا ولا يتكلم على شغفنا ولا يتكلم على طريقتنا. بالتأكيد طبعا مش مبسوطين خالص من احنا عرفنا ان انا مش عامل اخر ماتش ليه. ده معناه ان هو ما عليهوش اي مسؤوليات, هيعمل ماتش وخلاص. على فكره ولا يتكلم على لقاء العوده وانت راجع او كسبان في القاهره 2-1. الناس لو ركزت كده في التاريخ وبصت على اللي فات, انت في مره كنت رايح تلاعب الترجي التونسي وانت متعادل في القاهره في الفاينل 2-2, وفي مرة وانت رايح تلعب الصفاقس في الفاينل وانت متعادل في القاهرة 1-1. واتذكر وقتها مستر مانويل جوزيه لما دخل للاعبين الصفاقس والجهاز الفني قال لهم انتوا بتفرحوا على ايه؟ لسه في ماتش عودة. المشاهد دي انا شفت جزء منها امبارح, والمشاهد دي بتفكرني ان النادي الاهلي يقدر يكسب هناك. ناس كتيرة ممكن تفرح للخسارة بفرق هدف او للتعادل مع الاهلي في القاهرة, ولكن الناس لو بصت على تاريخ الاهلي والجيل اللي موجود دلوقتي لازم تعرف ان الماتش لسه ما خلصش, وان البطوله لسه في الملعب, وانك تقدر تكسب مش تتعادل بس, لا تقدر تكسب في المغرب وتقدر ترجع بكاس دوري ابطال افريقيا من المغرب. انا اديت مثال على الرجاء السنه دي والسنه اللي فاتت, واديت على مثال على الترجي التونسي قبل كده, واديت مثال على الصفاقس التونسي قبل كده. لكن كمان ما تنسوش الاهلي كسب الوداد في ملعب مولاي عبد الله في مباراه كان الاهلي محتاج فيها يطلع بنتيجه ايجابيه, وكسب بهدف مقابل لا شيء بضربه راس لرامي ربيعه. الوداد السنة دي في دوري أبطال إفريقيا بيعاني, وبيعاني على المستوى التهديف, وحارس المرمى عندهم مهزوز مش بالمستوى الكبير. أنقذهم في لقاء سيمبا وكان ليه دور في لقاء سان داونز, ولكن لما نزل امبارح قدام الأهلي وعارف أسماء لعيبة الأهلي وعارف قيمة ومكانة الأهلي, خطأ امبارح خطأ كارثي تسبب في الهدف الثاني بتمريرة من الرائع حسين الشحات وأحرز كهربا هدف مميز جدا. عشان كده أنا لازم أتكلم على العامل النفسي, والعامل النفسي على فكرة للجمهور قبل اللعيبة, لان الجمهور اي كلمه بتتكتب على السوشيال ميديا. دلوقتي انا ماسك التليفون, كتبت بوست, كتبت تغريده على تويتر, رفعت صوره على الانستجرام, هل مش هتوصل؟ لا هتوصل, وهتوصل لكل واحد في الفرقه, لعيبه وجهاز فني ومدرب والمدير الفني, الكل عارف والكل بيتابع والكل بيشوف. وعلى فكره كمان طريقه الانتقاد الكبيره جدا اللي ظهرت من النهارده لغايه امبارح على طاقم التحكيم اللي ادار المباراه واصله ومسمعه, ومسمعه جامد جدا, ووصل لكل فرد في طاقم التحكيم, والكلام على لقاء العودة واصل لكل الناس. ولكن في نقطة لازم نركز فيها مع الفريق, لازم ناخد بالنا ان المباراة لسه في الملعب, ولازم نحط في اعتبارنا ان الوداد برضه عليه ضغط كبير لانه محتاج يكسب. بس هيلاعب مين؟ ده بيلاعب الاهلي. ده لما لعب سان داونز ومطرود منه 2 معرفش يجيب جون, معرفش يعمل فرصة محققة. بيلاعب سيمبا اللي تصنيفه الثامن والتاسع افريقيا, معرفش يحرز فيه الا هدف واحد, وكانت في فرص محققه لفريق سيمبا التنزاني, ولولا ركلات الجزاء الترجيحيه كان ممكن الوداد يخرج من دور الثمانيه. في تفاصيل يا جماعه مهمه, فرقه الاهلي فرقه تقيله جدا, فرقه تخوف. خلي عندكم ثقه في لعيبه الاهلي, الاهلي هيقدر يكسب بره, ولكن لازم تؤمن بنفسك قبل ما تركب الطياره وتسافر. وان شاء الله باذن الله الاهلي هيرجع من المغرب بدوري ابطال افريقيا. امبارح كان في لقطه مهمه جدا, لان دور المعد النفسي مهم جدا لا يقل أهمية عن الدور المعد البدني أو دور المدير الفني.
او اللاعبين، لان الاعداد النفسي مهم. والاعداد النفسي ده انا لمسته قبل لقاء الذهاب لما تحدث محمد مجدي قفشه واتكلم محمد هاني في المؤتمر الصحفي وقالوا مفيش حاجه اسمها ثأر في الكوره، احنا نسينا كل اللي فات، بنلعب على بطوله دلوقتي، وبالتالي انت نزلت بتلعب الوداد مش مضغوط، مش في دماغك التاريخ، انت تاريخك ايه مع الوداد عشان كده انت كسبت، وانت ياما كسبت الوداد قبل كده سواء في مصر او بره مصر. تعالوا نشوف لقطه مهمه جدا لدكتور احمد المعد النفسي اللي كان مستني اللعيبه في ارضيه الملعب عقب صافره الحكم الليبي بنهايه المباراه، عشان كان في رساله مهمه جدا لازم تقولها وانت في ارضيه الملعب عشان تبدا التهيئه بعد صافره نهايه المباراه قبل اسبوع من موعد لقاء العوده. تعالوا نشوف اللقطه دي. دي اللقطة اللي ممكن نعرضها، لأن في لقطات تانية ما ينفعش نعرض تفاصيلها، لأن امبارح دكتور أحمد والجهاز الفني قام بدور نفسي مهم جدا عقب نهاية المباراة. دي كانت في الجنرال كده في الكوريدور وفي الممر المؤدي لغرف خلع الملابس بعد المباراة، ولكن في تفاصيل تانية وصور وفيديوهات تانية ما ينفعش نعرضها، ولكن أنا بأكد لكم الإعداد النفسي والذهني للمباراة اللي جاية بدأ من دلوقتي، وحطوا في حسابكم وأنتم مسافرين الأهلي يقدر يكسب في المغرب ويرجع بنتيجة إيجابية، والمنافس هو اللي خايف مش أنت اللي خايف. المنافس اللي جاي المفروض هو بطل إفريقيا، لازم يعبر عن نفسه وإمكانياته، لا يضيع وقت ولا يحاول يستهلك الوقت ولا يلعب بالزون ديفنس أو الطريقة الدفاعية بالشكل امبارح ده، لأنه بطل إفريقيا فاز بالبطولة. ولكن هو بيلعب مين؟ عارف أنه بيلعب الأهلي، عارف أن الأهلي طريقه مختلف، عارف أن الأهلي كسب الترجي رايح جاي، عارف أن الأهلي تأهل من دور المجموعات رغم أن فرصه قد صعبة، بس الأهلي لما يوصل نهائي بتبقى حظوظه للفوز بالبطولة تتخطى 70-80%. عموما في تفاصيل فنية تانية مهمة جدا بغض النظر بقى عن كل الأخبار والكواليس اللي اتكلمنا فيها والإعداد بالنسبة للمرحلة الجاية وإيه الدور اللي الإعلام ممكن يقوم بيه. التحليل الفني لمباراة الأمس يمكن بعض الناس اختلفت شوية في مجموعة الآراء، مسألة التغييرات، مسألة التشكيلة اللي بدأت، هل كان ممكن الأهلي ينهي بشكل أفضل من الطريقة اللي نهى بيها؟ كل ده نعرفه بالتأكيد من خلال زميلنا الأستاذ سعيد علي الناقد والمحلل الفني. أستاذ سعيد مساء الفل عليك. مساء النور عليك استاذ محمد، اهلا بيك. اهلا بيك، وعايز اعرف منك كده يعني رؤيه فنيه على نتيجه مباراه الامس والاداء الفني بشكل عام، ولو كمان معاك لغه رقميه، لان انا بهتم جدا بلغه الارقام لان بتدينا انطباع جيد على شكل الفريق في مباراه الفاينل. يعني في الحقيقه استاذ محمد نستطيع ان احنا نلخص المباراه في عنوان واضح جدا، انها مباراه قدم فيها الاهلي الكثير ونال منها الوداد اكثر مما يستحق. يمكن كلنا كنا متوقعين ان الاهلي هيكون الطرف الافضل، الطرف الاكثر حيازه، الطرف الاكثر تحكم في المباراه، لكن ليس بهذه القوه والحده والغاء فكره النديه المتوقعه في مباراه نهائيه. يمكن قبل المباراه ستيفن فاندن بروك اتكلم وقال ان انا متوقعها انها مباراه هيكون فيها نديه وتكافؤ شديد وهيحسمها الافراد، لكن اللي شفته امس في الحقيقه كانت مباراه فيها افضليه واضحه وفجوه كبيره جدا 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 ما بين الاهلي والوداد. الاهلي فاجئني بانه بيهاجم بكثافه كبيره جدا من الدقيقه الاولى في المباراه، عدد كبير جدا في الثلث الاخير، حصار غير عادي للوداد في مناطقه، وكم فرص كثيره جدا جدا. يمكن نقدر نقسم المباراه لجزئين، جزء من قبل الهدفين وما بعد الهدفين. الجزء الاول كان النادي الاهلي بيمارس عملية الضغط والضغط العكسي على الخصم بشكل قوي جدا، أثار رعب كان واضح جدا جدا على لاعبي الوداد، أربك دفاعاتهم بشكل كبير جدا، تولدت مساحات، تولدت فرص، كان واضح جدا الرغبة عند اللاعبين، كان واضح يا أستاذ محمد زي ما أنت قلت الإعداد النفسي للاعبين، كان واضح جدا إن كولر فاهم ومدرك إنه هيحاصر الوداد إزاي، فشفنا محمد هاني من الدقيقة الأولى بيتقدم، وشفنا علي معلول من الدقيقة الأولى في الثلث الأخير لملعب في النادي الوداد، عشان كده النادي الأهلي كان بيهاجم بخمس مهاجمين وست مهاجمين لما كان حمدي فتحي بيتقدم ويدخل منطقة جزاء الوداد، وده شيء أنا ما شفتوش حتى في مباراة الرجاء،
يمكن احنا في مباراه الرجاء لعبنا بتوازن اكتر، لعبنا بحسابات فيها بعض الحذر، لكن لا امبارح احنا هاجمنا بكثافه كبيره جدا وصنعنا فرص كتير جدا وقدرنا نسجل هدف واثنين، واجبرنا الوداد انه يلجا الى الاندفاع والعشوائيه والارتجاليه، وهنا الحقيقه حصل بعض الامور. يمكن لما المساحات ظهرت لنا بشكل كبير جدا كنا قادرين نسجل هدف ثالث، ربما التاخر بعض الشيء في التغييرات، ربما ان حمدي فتحي في الفتره الاخيره كان فيه عمليه تجهيز ليه، ما كانش في افضل حاله بدنيه رغم انه قدم مباراه كبيره، لكن ربما المباراه الكبيره دي كانت تنتهي عند الدقيقه 70، كان يكون في نفس جديد في الملعب كان يمكن النادي الاهلي من انه يخرج بنتيجه اكبر. لكن اللي شفته امس وكم الفرص اللي صنعها النادي الاهلي وحاله الرعب اللي انا شفت عليها للبنات تخليني متفائل بشكل شديد ان هذه المجموعه من اللاعبين وهذه الافكار الخططيه اللي قدمها مارسيل كولر بان انا استطيع في الدار البيضاء ان اكرر الانتصار، وهذه النسخه من الاهلي نسخه قادره بالفعل انها تتوج بلقب وتتوج ببطوله في نهائي يفوز به ذهابا وايابا، وده انا شايفه قريب جدا من التحقق ان شاء الله في الدار البيضاء. طيب ايه النقطه الايجابيه او النقطه اللي انت شفت الاهلي بيلعب عليها امبارح؟ يعني دايما الوداد لما لعب صن داونز كان بيقفل دايما منطقه العمق، لان عارف ان الوداد صن داونز بيتميز بالتمريرات البينيه وبيلعب في العمق كويس جدا. مع الاهلي عارف ان الاهلي بيلعب على الاطراف بشكل رائع، ولكن امبارح انا حسيت ان الوداد لا قادر يقفل عمق ولا قادر يقفل اطراف، فالامور وسعت منه. ولو كان في ضغط اكتر بعد الجون الثاني يا سعيد والله انا كنت واثق ان الاهلي ممكن امبارح يعمل ثلاثيه ورباعيه على الوداد امبارح في لقاء الفاينل. برافو عليك يا استاذ محمد، انت فعلا لمست نقطه مهمه جدا، وهي فكره ان الوداد لا عارف يعجزك على الاطراف ولا في العمق، وده نابع من دراسه جيده جدا جدا لمارسيل كولر وادراكه ووعيه بالتفاصيل المهمه، انه قدر يحدث عمليه التنوع ما بين الهجوم على الاطراف والعمق. فانت كنت بتشوف من بدايه المباراه، وده ما كانش بيحصل كتير، ان الظهيرين بيتقدموا للثلث الاخير من الملعب ويفتحوا محمد هاني في الناحيه اليمنى وعلي معلول في الناحيه اليسرى، ثم حسين الشحات كان بيترك الخط دايما ويدخل لقلب الملعب، وحمدي فتحي كان بيترك الوسط ويتقدم للثلث الاخير. فهذه الكثافه عدد كبير جدا من اللاعبين، ثم انك لما بتخسر الكوره ما فيش 3 ثواني وتستعيدها مره اخرى، فانت حارم الخصم ان هو يعمل 3 تمريرات، كل ده زرع شكوك في الخصم، كل ده ارباكه جدا جدا، خلى عنده يعني حاله حذر شديده جدا. وكمان النهم اللي كان ظهر عليه لعيب النادي الاهلي وحاله ثقتهم الكبيره في انهم قادرين يحققوا الانتصار الكبير ده خلى ان النادي الاهلي بيصنع كم فرص جدا. شفنا على مستوى الافراد بيرسي تاو بيعيش يعني افضل فتراته، هذا الجهد اللي بيقدمه سواء في المباراه النهائيه في ذهاب النهائي امس او ما قبله، بيقول ان احنا قدام لاعب هو افضل اكيد هذه النسخه، ويخليك تفكر ان الراجل ده لما تتاح له مساحات في الاياب حينما يذهب الوداد للعب من اجل الانتصار ويتقدم ويترك مساحات، حينما يلعب الوداد امام جماهيره تحت الضغط وهو الطرف الخائف والحذر من استقبال الهدف، فبالتالي انا اشوف هذه النسخة من بيرسي تاو وهذه النسخة من حسين الشحات ومع جاهزية أكثر أو جاهزية أعلى لحمدي فتحي اللي كان عنده زي ما ذكرنا تأهيل في الفترة الأخيرة، نقدر نسجل هدف ونقدر نسجل هدفين. وأنا على يقين كامل ولمست ده من المؤتمر الصحفي الأول للمدير الفني للوداد البيضاوي إنه متخوف من أفضلية الأفراد، هو شايف إن في أفضلية أفراد جودة أعلى عند لاعبي الاهلي، لكن انا بكمل عليها وبقول احنا لا نمتلك افضليه فقط على مستوى الافراد، لكن بنمتلك ايضا افضليه على مستوى المنظومه وعلى مستوى التنظيم الخططي والجماعي اللي عمله مارسيل كولر امس. وعجبني جدا جدا انه بيلعب او ابتدى الجيم الخاص بمباراه الاياب من تصريحاته امس في المؤتمر الصحفي لما قال انا رايح المغرب عشان افوز، انا انتصرت النهارده صحيح ورايح انتصر تاني هناك، واعتقد بالفعل النادي الاهلي رايح الدار البيضاء مش عشان يحقق تعادل او يخرج بنتيجه ايجابيه فقط، لا، هذه النسخه بالفعل قادره ان شاء الله على انها تحقق انتصار اخر وتعود لنا بالبطوله باذن الله. طيب انا بركز بقى في اخر سؤال معاك يا استاذ سعيد على الاستحواذ من خلال موقع الاتحاد الافريقي والارقام الخاصه بلقاء الفاينل، بنتكلم ان الاستحواذ بتاع المباراه الاهلي وصل ل 65% استحواذ مقابل 35% لنادي الوداد. تبص على طريقه اللعب امبارح الاتحاد الافريقي بيقول الاهلي لعب بطريقه 4-1-4-1،
تتكلم على الهجمات، الاهلي كان بيهاجم من الجبهه اليمنى بنسبه 39%، من الجبهه اليسرى بنسبه 31%، من وسط الملعب بنسبه 29%. انت بتتكلم على في تنوع في الاستحواذ، تنوع في الهجمات، قدره هجوميه رائعه جدا من كل الجوانب. دي كلها حاجات اكيد لازم تدينا دفعه معنويه ان لقاء العوده على فكره صعب على الوداد مش على الاهلي بس. بالظبط، الى الارقام واضحه جدا بتكشف زي ما قلت لك يا استاذ محمد انها غيبت حاله النديه المتوقعه لمباراه نهائيه. لما بتلعب نهائي بالتاكيد قدام حظوظ متساويه، طرفين متكافئين جدا، حظوظ متساويه، لكن النادي الاهلي بالفعل الغى هذا التكافؤ. عشان كده انت تقدر تلمس من ردود الفعل عند الكل ان احنا فعلا كنا اقوى بكتير. انا عايز اقول ان واحده وربما المباراه الافضل اللي انا بشوفها للنادي الاهلي في دوري ابطال افريقيا هذا الموسم المباراه اللي قدمناها بالامس، وهي اللي خلقت هذه الافضليه في على مستوى الارقام. يمكن انت قلت رقم مهم جدا، كان في تفوق بعض الشيء في الهجوم من الجهه اليمنى عن الجهه اليسرى، وده له علاقه اكتر بتكتيك كولر اللي هو ركز على ان دايما بيرسي تاو بينزل ناحيه الجهه اليمنى بيستلم على الخط كتير، بخلاف حسين الشحات اللي كان بيميل للعمق اكتر. ليه؟ لان هنا كولر كان بيجمع اللعب ما بين عند محمد هاني وبيرسي تاو، وبيستغل جوده ومهاره تاو في الانطلاق وفي المراوغه وفي الجرأه في التحمل المناطق. ويمكن كانت اكتر من مره وما وفقش، لان كان عدد الاستيقان وعدد المدافعين للاعبي الوداد كثره، عدد كبير جدا تحت الكوره، فده حرمنا من احنا بعض الشيء ان احنا نلاقي فرص اسهل. لكن انا متاكد ان ده في الاياب هتلاقيه بشكل اكثر، وهتلاقي الفرص التسجيل اسهل. وان شاء الله باذن الله انا بشوف ان بيرسي تاو زي ما اتكلمت عنه مره واثنين وثلاثه وبكرر، هذا الرجل الافضل في هذه النسخه مع حمدي فتحي يستحق ان شاء الله ان هو يعود لنا بهدف غالي جدا وبنتيجه ان شاء الله كبيره في المباراه باذن الله. استاذ سعيد علي الناقد والمحلل الفني، بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات والايضاحات والتفاصيل الفنيه اللي اتكلمنا عليها بخصوص مباراه الذهاب النهائي، ولكن ان شاء الله لقاء العوده في تفاصيل فنيه اكتر وفي كواليس واخبار هنتكلم عليها اكيد خلال الفتره القادمه. دلوقتي نخرج الى فاصل، وبعد الفاصل نرجع لاخر اخبار الترند. تفاصيل مهمة جدا السوشيال ميديا اتكلمت عليها وكتبتها في كل مواقع وصفحات التواصل الاجتماعي. آخر أخبار الترند نتابع. الفرص اللي احنا بنخلقها كبيرة جدا. اهلا بحضراتكم من جديد، ونروح بسرعه للترند الاهلي، والبدايه مع حساب يلا كوره، وصوره رائعه للجماهير العظيمه اللي حضرت امبارح في استاد القاهره الدولي، وكان ليها تاثير كبير جدا في التشجيع والمؤازره. حساب يلا كوره كتب: ست ايام فقط على مواجهه الوداد الحاسمه باياب نهائي دوري ابطال افريقيا. النهارده الاثنين، المباراه يوم الاحد المقبل، فالايام هتجري بسرعه، ولكن هتبقى صعبه جدا على جماهير الاهلي وجماهير الوداد، لان مسرح المباراه في مركب محمد الخامس اكيد هي المباراه الاخيره 90 دقيقه اخيره. نتمنى يا رب باذن الله تكون فيها التوفيق حليف النادي الاهلي يوم الاحد المقبل. حساب يلا كوره ايضا، ويلا كوره يكشف برنامج استعدادات الاهلي قبل مواجهه الوداد في المغرب. مصدر في تصريحات خاصه ليلا كوره صباح اليوم الاثنين قال ان الفريق هيعود للتدريبات عصر اليوم بشكل طبيعي على ان يحصل على راحه غدا الثلاثاء، ويبدأ يتدرب الفريق من تاني ويستأنف تدريباته يوم الأربعاء، ثم الخميس تدريب صباحي
غدا في مقر النادي في الجزيرة، ثم التحرك لمطار القاهرة حوالي الساعة 4 لاستقلال الطائرة المتجهة إلى مطار محمد الخامس. تصل البعثة بسلامة الله إن شاء الله حوالي الساعة 11:30 مساء في المغرب. على طول الكل يدخل الأوتيل، الكل يستعد للراحة والنوم، ثم يبدأ العمل في اليوم التالي، تدريب مهم جدا يوم الجمعة، ثم التدريب الرئيسي على ملعب المباراة يوم السبت، والمباراة بإذن الله يوم الأحد. ده برنامج الفريق ابتداء من اليوم حتى يوم الحد اللي جاي. سبورت 360 مصرية بتتكلم على مصطفى شوبير أمام الوداد، 3 تصديات، 2 تصديات من داخل المنطقة، منهم واحدة يعني كان هدف مؤكد بنسبة 100% بصراحة، 32 لمسة للكرة، 78% دقة التمرير، تمريرتين طولية دقيقة، استقبل هدف وأكيد لا يسأل عنه لأنه عمل مباراة كبيرة جدا بصراحة. وده أنا قلته قبل كده وقلته من سنة، الأهلي عنده 3 أسود في حراسة المرمى، الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير، في حارس واعد صاعد حمزة علاء، في مصطفى مخلوف. الأهلي عنده وفرة كبيرة جدا في حراسة المرمى، ولما تلاقي الحارس الثالث في الترتيب بيلعب نهائي إفريقيا بالثقة دي وبالقوة دي، لا تعرف إن حراسة المرمى في الأهلي بخير لسنوات وسنوات، والحمد لله الأهلي عنده حراس على أعلى مستوى، مفيش فرق إلا بس عامل السن، ولكن على المستوى الفني التلاتة أفضل من بعض. فنجم جديد يسطع في حراسة مرمى الأهلي ومنتخب مصر مصطفى شوبير. كرة بلس، هل يحرس الشناوي مرمى الأهلي أمام الوداد في إياب نهائي دوري الأبطال؟ كولر حرص على الإطمئنان على جاهزية الشناوي لإعداده بشكل جيد لمباراة العودة أمام الوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا. أكيد يعني لقاء العودة محتاج خبرات، محتاج أكيد تحضير بشكل مختلف عن لقاء الذهاب، لذلك نستنى لغاية لقاء العودة ونشوف إيه اللي ممكن يحصل في المباراة اللي جاية. اليوم السابع كمان بيأكد إن الشناوي يقترب من العودة لحراسة عرين الأهلي أمام الوداد في المغرب. عموما هنشوف ده أكيد خلال الفترة الجاية، بس أنا أتمنى ما نتكلمش كتير في القصة دي لنسيب الجهاز الفني يشتغل ويعمل شغله وتشكيلته ومفاجآته، لأن جزء من التحضير للمباراة إنك تفاجئ الخصم سواء في تشكيلة أو في مركز جديد للاعب أو في طريقة لعب، لكن فتح العملية على البحر كده والكلام كتير في التشكيل ده مش كويس. وعايز أؤكد على نقطة مهمة، قبل الأهلي ما يواجه الوداد كل الصحف المغربية كانت بتتكلم إن مثلا زهير المترجي مش موجود. إحنا هنا قبل ميعاد المباراة ب4 ساعات كان معانا زميلنا فاروق صلاح وأعلن وقال تشكيل الوداد الرسمي وكان من ضمنهم زهير المترجي. يبقى الإعلام ليه دور مهم جدا إنه ما يفتحش في فكرة التفاصيل الفنية كتير للفريق المنافس، ولازم يبقى ليك دور. مش هقول لك تكتب أخبار غلط زي ما خيرج عمل كده، ولكن في نفس الوقت الفكرة في الحديث الكتير عن الأمور الفنية إعلاميا ما بيبقاش لا مهنيا ولا كويس حتى على المستوى انك ممكن تضر الفريق اللي بيمثل بلدك في حدث مهم زي ده. كرة 11 لن يسمح بالاخطاء الساذجه، كولر يوجه رساله قويه لمدافعي الاهلي بعد هدف الوداد. وكولر امبارح كان ليه كلام مهم جدا مع اللاعبين في غرفه خلع الملابس. طيب ده الامر المتعلق بترند الاهلي. نجم كبير يعني كان ليه صولات وجولات في الكرة الأوروبية والكرة العالمية، اعتزل بالأمس في مباراة مهمة جدا في الدوري الإيطالي، إي سي ميلان بالأمس كان بيلعب في الدوري الإيطالي، وجاء إعلان اعتزال الأسطورة إبراهيموفيتش. تعالوا زي ما انتم شايفين كده على الشاشة، بص جماهير الميلان وبصوا زلاتان إبراهيموفيتش مدى حزنه وغضبه وزعله في هذه اللحظات الحاسمة، اللي لعيب موجود من سنة 99، انت بتتكلموا يا جماعة في 24 سنة عمر جديد وتاريخ جديد وعايز أقول لكم على حاجة، في لعيبة من عمر زلاتان إبراهيموفيتش بطلت من زمان، لكن شوف هو إصراره وقدرته، وفي فترة كان تعرض فيها الإصابة القوية في الركبة وممكن كان يغيب فترة طويلة، لكن ما كملش 3-4 شهور ورجع ولعب على طول. آخر حاجة وبسرعة المشاركات اللي خدناها في على سؤال الحلقة، مين أفضل لاعب؟ لو هقرر كل الآراء كلها بلا استثناء بتتكلم على مصطفى شوبير، سعيد قال مصطفى شوبير، محمد سيد قال مصطفى شوبير وحسين الشحات، كذا لاعب اتقال عليه ولكن في الاساس كان بيتقال دايما مصطفى شوبير. انا بعتذر لحضراتكم وقتنا جري معاكم بسرعه، لكن قدر الامكان حاولت اخد معظم تفاصيل حلقه النهارده من برنامج الترند، خاصه ان النهارده اول ظهور لينا عقب مباراه الامس. تفائلوا بالخير تجدوه، وباذن الله ان شاء الله الاهلي يقدر يرجع من المغرب بمكسب وكمان بكاس البطوله، ولكن لازم يكون عندنا ثقه ودعم كبير جدا للعيبه والجهاز الفني من النهارده لغايه يوم الحد اللي جاي، ولا ننساق ورا اي تفاصيل اخرى
صدقوني لا هتقدم ولا هتأخر. طول ما انت رجليك في الملعب ثابته ومستواك كويس هتقدر تكسب ايا كانت كل الظروف المعاكسه. شكرا لحضراتكم على حسن المتابعه والمشاهده، ونلتقي غدا في حلقه جديده من برنامج الترند. شكرا والى اللقاء.